الاعلامي والاحتفالي بالانجاز ديال المنتخب الوطني ديالنا. هذا الحفل اللي منظمه الجمعيه الوطنيه للاعلام والناشرين واحد الصفقه حاره على الله يجازيكم بخير. شكرا لكاع الصحفيين والاعلاميين اللي كاينين معنا اليوم، شكرا لكاع الفنانين والرياضيين، شكرا للمسؤولين الكبار اللي معنا اليوم، تحيه لكم. ولكن باش نكونوا واضحين الله يجازيكم بخير، انا اليوم ما جايش باش نقول برافو على الانجاز لان هذه حاجه طبيعيه زعما باش نكونوا واضحين. انا جاي اليوم نستغل هذا الموقف ومجموعه ديال المناظر الاعلاميه كاينه باش نقول للسي القجع اللي ما قدرش نشوف ليه في وجهه والسي الكراكي بغيت نقول لكم ارحل. الله مع كامل احتراماتي ارحلوا، ما درناش معكم حنا هذا الانجاز. لا سمحوا لي، احنا موالفين تنمشيو تنديرو الصوار وتنرجعو. ديتو لا الدومي فينال قلنا لكم. هادشي راه خاصو، هادشي الانجاز اللي درتو راه خاصو جلسة في البرلمان ويطرحوا فيه الاسئلة يناقش هادشي. ما يمكنش. احنا موالفين تنمشيو نطلعو عليهم نديرو البركة ديالنا ونرجعو في حالتنا وعين ما شافت قلب موجع. احنا بقينا دايرين معاكم النية تطبينا. او حاجة وحدة اللي عجبتني في المنتخب هي هو قد ما ربحوا ماركه البيوت قد ما انا كان عندي قلبي حداه. كنت زاد الدومي فينال تقدروا تصفقوا، تقدروا تصفقوا، خذوا راحتكم. غير الكرش، غير الكرش بس. والله بقينا دايرين النيه مع السير الكراكي، دير النيه دير النيه دير النيه، واحد الدنيا وقطرت مع النكته في القهوه. كنت دزتو الفينال كون حملت مني زعما صراحه باش نكون واضح. والله الا الحمد لله اللي ما دزتوش، ولكن صفقوا لي على السير الكراكي، صفقوا عليه. والله عليه والله عرفتي علاش؟ لان واحد الوقيته النيه راه الفيفا كانت غديرها مع المنشطات، كانت يسحبوا بانه نوع من المنشطات، كل شيء دير فيه النيه الا الزواج. البنات مساكن كيديروا النيه كيطيحوا مع شي قلال النيه. وحق الله ديك النهار انا مشيت مخطب عند واحد السيد، دخلت عنده قال لي واش داير علاش ترجع؟ قلت له قال لي انا الكراك يديروا النيه. قال لي غضرب في البر وتخرج عليا من الدار. الله يجازيك بخير. قول لي يا بنتي وحق الله تصفوا عاود تصفوا الله يجازيكم بخير تصفوا. والله الكراكي الحلاقه راه حاقدين عليك انت في راسك، طلعتي النيفو بزاف الكراكي واف. والدريات ولاو تيهضروا على اللعابه اللي باغا حكيمي، اللي باغا عطيه الله، اللي باغا تكناوتي. وحنا مالنا حنايا؟ مال المنتوج الوطني؟ حنا ما يتجوش؟ حنا ما عندناش الله؟ حنا زعما ما نستاهلوش؟ ما عندناش حقنا في هادشي؟ شوما خاص بنادم يضرب وقيس عاوتاني ويراعي ولا عيبات كاين ولا ما كايناش؟ والله تا نقول داك الراس الركراكي بالله العلي العظيم راه تبرموا في الركراكي. الله بقيتو عليه راس لافوكا، راس لافوكا تزادو في لافوكا. مشكله والله الا مشكله. يلا لي زامي الوغ باش نكملوا السبيكتاكل ديالنا والحفل، هذا الحفل الرياضي ما غاديش نكون بوحدي لانه كاين ناس يهضروا بالفرنسيه وما كاينش سوتيتراج هنا وداكشي، وما عنديش الكونجيكيزون، عندي لي فيرب صايدين نقدر نعطيهم لكم، تصرفوا نتوما فاش ما بغيتوا. زعما هذه بلادنا، غادي نعيطوا لواحد السيده اللي غادي تعاوني في لانيماسيون ديال الحفل واللي غادي تهضر بواحد الباكاج او فرونسي. عافاكم تصفيقاتكم الحاره على عضوة ونائبة رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين مدام فاطمة الزهراوي الأغلي. انا سي وليد الركراكي باردون غيخلعك. سي حميد بارك الله عليك، ميرسي، راك معانا. فوالا ميرسي بوكو. السبع ديال الذهب Monsieur Regragui. Félicitations. C'est donc pour vous. Nous avons aussi un certificat pour vous, Monsieur Regragui. أنا عيط لك يا حميد، أنا أحتاجك. هاد الهمسة عندك مزيان. Bien sûr qu'il est. السلام عليكم. رئيس دي لي بريسيون. بغيت نقول لكم
لكم شكرا. مي يترفض المونديال ما يقدرش يترا ولا ما كناش مجموعين، كان بزاف ناس يخدموا ماشي غير المدرب. اول حاجه الطاقم التقني، اللعبه، الرئيس ديال الجامعه اللي حط لي واحد الثقه لي كبيره، اللي حط لي فرصه باش نكون مدرب ديال المنتخب في المونديال. سي تا بو ميساج جو بونس او كادر ماروكان، مي واحد مدرب يكون مغربي ويدي بلادو في هاد كاس العالم. هضرنا على النية، هضرنا على بزاف الحوايج بالحق. ملي كنشوفو ملي حنا مغاربة مجموعين وكاين هاد النية وكتبدا من الأول منكم الصحفيين، وزاد رول تخي امبوغتون إما في لو سبور إما في ليدوكاسيون بارابور أو برودوي كو برودويزي جوستومون. فو إت تخي فيجيلون، كنهضر بالفرنساوية باش تفهموها، باش منغلطش من بعد. Mais on a besoin de vous. Inch'Allah, j'espère un peu comme je vois une Inch'Allah, on dirait que je vais faire un peu de temps. Je vais dire que je vais faire un peu de temps. Je vais dire que je vais On est un peuple qui est grand. On est un pays l'Ekbir. Qui s'est beaucoup développé, ou quand je fais les clubs, ou des membres de Moutiakhab. Golcho impossible, mais pas marocain. Et là, ça a toujours été comme ça. Un Maghrébin n'est qu'un hébré, n'est qu'un tatel, ou n'est qu'un majmour, il a dit ou n'est qu'un hébré, ou qu'il allait dire oui ou ça. Donc voilà, merci beaucoup, surtout merci à vous. وفي الختام، وهو اللي ما يمكنش نتحدثوا على انجاز معين وعلى هذا الانجاز بالذات في قطر دون الحديث عن جماهير مغربية كانت رائدة ورائعة في كل شيء، بحضورها، بتشجيعها، بوقوفها الى جانب الفريق الوطني. وبطبيعة الحال هذا ليس بجديد عن شعب وعن أمة ترجع حضارتها إلى أكثر من 13 قرنا وتجعلها في غنى عن أوصاف قدحية لا علاقة لنا بها ولا بحضارتنا. هذا دابا النشيد الوطني، غنوقفو غنوقفو تيسالي النشيد الوطني. شعرنا الدائم دائما هو